إن كنت في المغرب فلابد أنك سمعت فرداً من عائلتك يشتكي من غلاء أسعار الغذاء، ولكن السؤال المطروح هو ما السبب وراء ذلك؟ بداية يجب التمييز بين نوعين من المنتجات الغذائية، فالأولى هي من إنتاج وطني وهذا النوع يعرف استقرار على مستوى الأسعار، أما الثاني فهي مواد مستوردة أو تعتمد مواد أولية مستوردة وهي التي تعرف تقلبات في أسعارها. وخلال هذا السنة وصلت نسبة زيادة في الأسعار لأكثر من 14% لأسباب أولها تداعيات أزمة كوفيد وتطورات الحرب الأوكرانية. وهنا يأتي دور صندوق المقاسة، حيث أن وظيفته الأساسية هي دعم أسعار المواد الأولية. وفي نهاية مايو بلغت نفقات هذا الصندوق حوالي 15.4 مليار درهم، ويمثل هذا المبلغ 96% تقريباً من اعتمادات الحكومة المفتوحة لصالحه برسم هذه السنة. وأهم المواد المدعومة غاز البوطان، القمح، السكر والمواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، والهدف هو دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في ظاهرة التضخم. وفي صدد آخر يأتي النداء إلى إصلاح مشاكل الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج الفلاحي والزراعي لتجاوز هذه الأزمة.